قال الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي الشذري قصيدة في رثاء عمه معالي الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشذري رحمه الله تعالى. أمر من الله وافانا به القدر، كل الورى فجعت والبدو والحضر. أمر من الله وافانا به القدر، كل الورى فجعت والبدو والحضر. لما أتى أمره نادوا بأعينهم هذا القضاء، فلا يبقي ولا يذر. قضى فكل مصاب بعده جلل، كل البسيطة كادت منه تنفجر. فالنفس باكية والعين دامعة والقلب منفجع والظهر منكسر. كرب يساعدني بالليل طويا لذعا، فلا زال ذاك الشجو والسار. إني لينتابني هم يؤرقني، حسب البراري وحسبي أنه قدر. برد الحشا وأوار الحتف مجتمع، إلا سلوت لها والحر مصطبر. عجبت من روعه بالوهن منتشيا على الغم ويقوى وهو منفطر. وما أتتني من الأيام معضلة، إلا احتسبت وكم تعتادني الذكر. أنا أتمتم في ذا الدهر قافيتي، إن الحياة غرور حالها غير. رجعت أذكر ماضيه وفي كبدي من الجوى كمد يطغى يستعر. إيه على عذب أيام لنا، أفلت ما إلها عودة حينا فتنتظر. هل تدرك الأرض من وارت ومن نقصت أطرافها ودرت من زارها الحفر؟ يا ابن الحبيب، يا ابن الحبيب، وفي الأهوال موعظة، والدهر في حالتيه الصفو والكدر. يا ابن المشايخ، والإسلام منهجه، أنت الإمام وأنت الغيث والمطر. إن يمس قصرك ممن كان يعمره خلوا، فذلك حكم الله والقدر. أنت الوجيه أعد الله جنته، يا ناصر فجعت في فقده مضر. أذكت نعوتك ذهني وهي ساطعة كالشمس، يعجز عن إدراكها النظر. ليس النجوم وإن بانت ولو عظمت، تغني عن الشمس كلا لا ولا القمر. قد كنت للجود روحا يستزيد به من فضله، فتولى الروح والبصر. كم عبرة لك جوف الليل ساكبة، ترجو من الله عفوا حين تنهمر. مات الإمام وأضحى في بقيته، إن الأروم عليها ينبت الشجر. تأتمهم صادقا بالعلم تحكمه، حزما وحلما بما تأتي وما تذر. أتصبرون وهذا نعي شيخكم، والنفس تظهر صبرا حين تختبر. أضحت شهود عزائي فيك أربعة، الذكر والآي والأبناء والأثر. أضحت شهود عزائي فيك أربعة، الذكر والآي والأبناء والأثر.